قال معاذ الله. ذا ذا جيب كل شيء بالذال صح، لا تخربط فيها. قال معاذ الله، يعني بدي اياك تتمرن في البيت كيف تجيب تا ذا 100%، ما فيش ولا غلط بالذال. يعني هاي هاي احرف الذال بالذات لا تخربط فيه، جيبه 100% صح، بيرفكت بالبيه. طرف اللسان مع ما يحاذيه من اطراف الثنايا العليا، وبدك تجيب فيه جهر وبدك تجيب فيه رخاوه. ذا 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 ذا، عرفت كيف؟ معاذ الله، معاذ معاذ. قال معاذ الله، ايوه، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. شايف هاي الظال، بديت أنت بذال بعدين كمل الظال، أنت بديت مرقق بعدين كمل تفخيم، بس هو شو صار؟ صار ذال لا ظال، الظالمون هيك قلت إنه لا يفلح، طلع كيف بالضبط، وركز على الذال والظال كيف طلع. إنه لا يفلح الظالمون، هذا لما تبدأ جيب الذال في البداية بعدين جيب الظال، تجيب الظال مرققة، بس الظال مرققة هنا فأهمنا. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. لسه بدك تجيب هي التفخيم قبل ما تفوض الظال، الظالمون، ايوه، ابدا فيها مفخم من اللحظه الاولى. انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طبعا أنت ميزان المدود عندك مضروب. ميزان إيش؟ ميزان المدود. آه. أبدا، لأن الفحشاء 5، اللي قبليها 3، اللي قبليها قبليها 4، مرة 4.5، مرة 2.5، حسب النفس يعني. أكمل بس انتبه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طبعا في ملاحظة أنا ما حكيتليش فيها، هي لولا أن رأى برهان ربه، أنت جبتها مش حتى بالتقليل، قريب من إيمانك يعني طلعت معك. في ملاحظة مش مشكلة، هسه أنت أكمل بقول لك إياها الملاحظات، مش كل شيء أنا بقول لك إياها، يعني في شغلات مش هسه بعدين، بس رأى برهان ربي. هاي كثير جبتها أنت، رأى أنت جبتها أنت، حتى مش رأى برهان، جبت أقل من التقليل، يعني مش عارف كيف جبتها أنت، يعني أقل من التقليل وفوق الإيمان بشوي. ما قلتش رأى مثلا، ما قلتش رأى برهان ربي، ما قلتش رأى برهان ربي، ولا قلت مثلا أراء، ولا حتى قلت كيف لولا الرأى، رأى رأى اللي هي ما جبتش، انت جبت اقل من رأى، رأى اقل منها جبتها انت، فهي مشكله. بس بعدين هاي شو وقت اصلا تقليل الايمان، ببحث طويل جدا مش موجود في هون، بس مشان ما تخرطوش مع قراءات اخرى، لان القراءات الاخرى فيها ايمان.